اليوم اليوم نوريلكم مسمن مسمن ساهل ماهل. وش فيه؟ فيه غير فرينه ومغيفه تاع خميره قرص ملح وللتزيين العسل والماء يكون دافي برك. نبداو على بركه الله، ساهل ماهل ويجي هايل. شوف ناخذ غرفيه تاع فرينه، وتحبوا تزيدوا تكيلوا تاخذوا اكثر، تكبروا المقادير ديروا اكثر. هنا درنا هذه باش تسيئوا وتشوفوا. ناخذوا مغيفه تاع خميره، قرصه ملح، ونخلطوا على بركة الله. نبداو هكذا برك، الماء يكون شويه دافي. نبداو حاجة سهلة ويجي هايل. هكذا حتى تولينا عجينة، وقت تولي عجينة نوريلكم. لازم تكون طرية العجينة حتى تولي طرية. شوفوا خواتاتي هكذا هكا تولي القوام تاعها هكذا. بعدا ناخذو إناء نديرو فيه قليل من الزيت هكا متسخناش برك العجينة. هكذا ناخذو العجينة تاعنا هكذا ونحطوها تخمر، كي تخمر نوريكم كيف في القلي كيف ندير. دوكا ناخذو هادوك العجينة تاعنا اللي خمرت نديرهم أقراص هكا صغار. نبداو الوحدة هكا نحلوهم في شوية زيت هكا هكذا. حلوها كما اللي تحلوا الملوي، ولا في الجزائر يعيطوا له المعارك، وفي المغرب يعيطوا له الملوي، بصح هذا ماهوش الملوي وماهوش المعارك، هذا يعيطوا له السيميات. حلوه هكذا نقريو هك هكذا خواتاتي هكذا هكذا نحلو هك زيد واحدة أخرى. شوفو خواتاتي هكذا نحطوهم في الزيت يكون سخون، ونبداو هكذا نبداو هكذا نغسل فيها هكذا بالمغيفة هكذا. تبدا هي دينا فقاعات تطلع هكا. نزيد لكم وحدة بسم الله هكذا تبدا تطلع خميرة هذيك طلعها لنا. شوفوا خواتاتي هاهم نصفيوهم في الكسكس باش يقطرونا من هذيك الزيت، ومن بعد ناخذوهم نحطوهم ها هكذا ونديرو حسن نطيب ليه. كاش نهار ندير لكم عليه وتشوفوا كيف راه طيب. شوف انا طيبته، بعد نوري لكم كيف هيجي اذا نخدمه. ونديرو هكا العسل فوقهم، نجيب العسل هاهم خواتاتي هاهم. شوفوا خواتاتي ولا العجينه كي تكون تخمر بتخمر لك في 5 دقائق. شعلي الفوق تاعك من تحت سخني فور ونقصي له، ومن بعد طفيه وحطيها بيفي هي تخمر من 5 دقائق. وشوفوا خواتاتي لو حبيتوا يبقاو لكم الطريق قبل ما تعسلوهم كامل، تاخذي بطاطا بلاستيك هكا وتغبريهم كاع هنا يبقاو لك طريين. ونهار تحبي تعسليهم تاخذي بالحبه
وتحطيهم هنا وديرهم العسل وتشربي بهم القهوة تاعك، وشهية طيبة وإن شاء الله. حاجة تقليدية جزائرية، وشاركوني في قناتي وفعلوا الجرس، وبالسلامة يوصلكم كل جديد.